اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. وطبعا بالتاكيد ترند الترند النهارده هو ابرز حدث وابرز خبر بالنسبه لنا وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، مباراه الوداد المغربي. لذلك سريعا اطير الى كازابلانكا والمغرب والاستعداد لمباراه الوداد والاهلي، وبالتاكيد زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. وكريم مساء الخير عليك، الحمد لله على السلامه. طبعا اجراءات مهمه جدا واجراءات احترازيه ووصول البعثه استعدادا لمباراه الوداد، طمني على اخبار البعثه والاجواء والجديد عندك النهارده. بالتاكيد خلاص بقى في تحضير بالنسبه للبرنامج الفتره اللي جايه، التدريبات، كل شيء عندك في المغرب استعدادا للمواجهه المرتقبه ان شاء الله امام الوداد يوم السبت القادم. مرحب بيك طبعا في البدايه زميلي محمد سعيد، واكيد طبعا بنقول لبعثه النادي الاهلي بالكامل الحمد لله على السلامه. اكيد طبعا كل الامور الحمد لله من القاهره حتى وصلنا الى الدار البيضاء وتحديدا في فندق الاقامه، كانت ماشيه بشكل رائع ومميز جدا. انت عارف طبعا زميلي محمد رحله النادي الاهلي برعايه طبعا اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، الرحله كانت موفقه جدا خلال الساعات الماضيه منذ ايضا كمان وصلنا في فندق الاقامه، ترتيبات على قدم وساق بالنسبه طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي، كابتن محمود الخطيب كمان تحديدا رئيس البعثه، وجود دكتور محمد شاور رئيس اللجنه الطبيه، في اهتمام كبير جدا انت عارف زميلي محمد سعيد لهذه المباراه، والاجراءات هنا مشدده بشكل كبير جدا، لكن الكل ملتزم الحمد لله. بالنسبه لعيبه النادي الاهلي على طول في تحذيرات مستمره، دكتور خالد محمود، دكتور محمد شوقي، الكل على طول بيباشر بيحذر اللعيبه لابد يكون في الاجراءات الاحترازيه بتنفذ على اكمل وجه. والحقيقه يمكن مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ان هي بتنفذ الاجراءات الاحترازيه على اكمل وجه، ان شاء الله باذن الله بقى مع نهايه الايام يوم السبت باذن الله وبعد يوم السبت كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. احنا كالعاده طبعا محمد بننقل كل الاخبار والكواليس ورسالتنا طبعا اكيد كالعاده من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي تحت رعايه بنك سايب البنك الرسمي للنادي الاهلي. الامور كلها يمكن ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا، بنتمنى باذن الله ان شاء الله فريق النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه. طيب كالعاده الجمهور بشكل كبير عنده امل ان شاء الله باذن الله. تمام باذن الله. نبدا مع بعض. اول حاجه الاجراءات الاحترازيه اللي تمت منذ الوصول امس في المطار، الوصول لفندق الاقامه، المسحه الطبيه اللي كان المفروض الفريق والبعثه تعملها مع السلطات الصحيه في المغرب، ده طبقا طبعا للبروتوكول اللي تم بين المملكه المغربيه مع الاتحاد الافريقي، والمسحه كمان اللي هتتعمل قبل المباراه 48 ساعه. لو بنتكلم طبعا على المسحه الطبيه يمكن لسه مأكدين من طبيب النادي الاهلي خالد محمود المسحه هتكون غدا ان شاء الله، لكن لسه بيتم طبعا تحضير الميعاد لها، كل صباحا هتكون الظهر هتكون بعد وجبه الغداء، لكن خلاص تم التاكيد ليها. احنا طبعا كنا متوقعين تكون المسحه النهارده، لكن غدا هتكون المسحه الخاصه بها، التنسيق بين البروتوكول بوزاره الصحه وايضا كمان الكاف، لكن بشكل عام طبعا في تنسيق على اكمل وجه سواء بمعالي السفير اشرف ابراهيم سفير مصر هنا وايضا كمان القنصل محمد طبعا اللي بيقوم بدور كبير واستقبل ايضا كمان بعثه النادي الاهلي. الاجراءات الاحترازيه محمد ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تنفذها وبتنفذها بشكل كبير جدا وبكل قوه، وباكد لك كمان المسحه زي ما بنقول ان شاء الله غدا تكون سلبيه لكل لعيبه النادي الاهلي والبعثه بالكامل. انا معاك محمد بالنسبه